عياطي و يعني كوناتي و تنبيه للاعبين لتفادي عقوبات تقنية وإدارية. تمريرة وتدخل وكوناتي في الإفراط في الفرحة وإذاعة الوقت بالبقاء في قرب الجمهور البركاني. هنا صعود اللاعبين وضرب رأس اللاعب كوناتي يسجل هدف حلحول لتفادي مسيرة التسلل. الحارس المحمدي ساقط على أرضية الملعب. نتابع الإعادة. هنا حلحول أمام الحارس ويني تدخل ضرب الملعب الرابح أمام الحارس أوزوغا. الحكم الزداني يعطي الإشارة الآن والتنفيذ ولا تضيع وضربة جزاء تضيع. إسماعيل كوشان في التنفيذ كوشان والهدف والهدف هدف التعادل لفائدة فريق الكوكب المراكشي المسجل لاعب عبد الإله منصور آخر اللحظات. يعني ستؤمن يعني المسار من مسار تحقيق الفوز لكن على بعد حوالي 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.